At Asino, we develop and manufacture well-proven, high-quality pharmaceuticals in novel drug delivery forms for our markets around the world. Our. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. We will proceed to the next session. The pathology session. Missaakhir, ala hadhratum jamiaan. We will begin the second session, inshaAllah. Please, Mr. Sherry Pearson, <repeatology> join us on the platform. طيب يساعدني في الاول ان اتشرف بوجودي معاكم وخلص التقدير لحضراتكم واحتمالكم لينا واستمراركم معانا لغايه الوقت ده. ان شاء الله الجلسه بتاعتنا هتتكلم عن الهيباتولوجي توبكس جاسترو كومبس هيباتولوجي في الفيرست كونفرنس اوف جاسترو كومبس للجيفتس فاونديشن. يساعدني ويشرفني اقدم اساتذتي الافاضل الشير بيرسون معانا في الجلسه استاذ دكتور محمد صلاح الدين استاذ دكتور محمد البدري استاذ دكتور سامي زكي استاذ دكتور عصام علي حسن يساعدني ويشرفني الجلسه ان شاء الله السبيكرز اللي هيكونوا معانا التوبك الاول هيكون لاستاذنا الفاضل والعزيز استاذ دكتور حسن حمدي عن النيو انسايت اند دراج ليفر انجري اتفضل دكتور حسن مساء الخير اشكركم جميعا لهذه الدعوه اتمنى ان احنا نقول محاضره تكون مفيده المحاضره دي it's meant by no means to be a comprehensive talk this is to throw light on what's called insights and the perspectives بنتكلم في drug induced liver injury drug induced liver injury ده نوع معروف قوي dose dependent الدواء له intrinsic hepatotoxicity كل اللي هتعدى الدوز او الديوريشن له في نوع تاني idiosyncratic idiosyncratic unpredictable. المحاضرة دي فكرتها ازاي تخلي ال unpredictable predictable. هو ليه unpredictable؟ ازاي تخليه predictable؟ ازاي تستفيد من انه predictable to prevent drug-induced liver injury والاكتر من كده ازاي تختار بعد كده الدواء للعيان on personal basis. الصور اللي شايفينها دي بيورولك ان في مشاكل موجودة في الدواء. بيطلع ميتابولايتس بيعمل دراج دراج انتر اكشن هو له توكسيك افكت وفي حاجات كتير قوي في البني ادم الحاجات الكتير قوي دي هي اللي مخليه المساله امبريدكتابل جينيتكس ريس الايدج الجندر خلي بالك انه حتى المايكروبيوم والنيوتريشن يعني لو عيان له نفس الجينيتك والاثنيك اوريجين وتربى في بلد ثانيه وكل اكل ثاني وخد عدوى مختلفه وهو طفل وخد انتي مختلف او ما خدش انتي بايوتيك تلاقي المايكروبيوم بتاعه اختلف والريسبونس بتاعه للدواء اختلف ومنها في خلاف كبير بين كل شخص وكل شخص وبالتالي دي مقدمه لحاجه بعد كده اسمها بريسيجن ميديسين اند بيرسونالايزد ابروتش طيب انت بتحاول تعمل بريدكتابيلتي ليه كل دواء في الدنيا قد يحدث انه يعمل مشكله دراج انديوس هل انا امنع جميع الادويه في الدنيا ولا ادي لكل واحد دواء وهو حظه ولا في دواء امنعه عشان له سايد افكتس عاليه جدا ودواء البنفيت بتاعته اكتر من الريسك من هنا جت فكرة المحاضرة دي شوف الناس من أول أمريكا لغاية آيسلاند الانسيدنس بتاعهم في السنة اختلف من 2.7 من عشرة ل 19 وناس اشتغلت على الإنهابيتنس وناس اشتغلت على جاسترو انترولوجي براكتس والعجب ان اللي في جاسترو براكتس طلعوا اقل من الإنهابيتنس العاديين بينما المفروض العيان اللي, اللي له مشكلة هيبتك هيروح جاسترو رغم ذلك طلع اقل الكلام ده جه منين؟ من حاجه اسمها ريجيستريج اسباني وديلن ولاتين امريكا. ايه ريجيستريج دي وايه قصتها وكان ايه الهدف واثرت معانا في حاجه ولا ما نفعتش؟ اولا ورت الانسدنس، ثانيا ورت الادويه المتهمه بالدرجه الاولى اللي اوضحت انها في غالبيه الاماكن الانتي انفكتيف والنان الانتي انفلاماتوري وان الهيربل والدايت سابلمنت بدا يزيد زيادات كبيره وبعدين بالتالي باعتبار ان البرزنتيشن مختلف جدا مختلف جدا ليه؟ لان السلايد الاولين دي بتقول ان الناس مختلفين جدا والاميون سيستم بتاعهم مختلف والنتيجة الانفلاميشن مختلفة يتعمل ريبير تعمل تيشو انجوري وبالتالي المانيفستيشن والاوتكم فيري فاريبل من سب كلينيكال اسمبتوماتيك ان up to acute fulmination and death سواء من acute failure او من acute on chronic من هنا المساله فيها variability الناس قالت كيف تتوقع مين اللي هيحصل له severe injury ومين اللي ممكن يبقى fatal ومين لا جه واحد من كام سنه كده الراجل ده اسمه هيمن زيمرمان الراجل ده قال لهم لما تلاقي ال ال بتاع ده ال أكتر من ثلاث اضعاف الابر ليميت نورمال ومعاه بيليروبين توتال أكتر من ضعفين والالكالاين فوسفاتيز معليش قوي ده دراج اندوس ليفر انجري الفيتاليتي فيه من 10 الى 50% بداوا يطبقوه في الاف دي اي قبل ما يقبل قبل ما يقروا الدواء اساسا ففوق رغم ذلك ان في حالات بتحصل فلما الناس رجعت درست في الريجسترز الكلام اللي احنا قلناه ده قال لك هو اصله خد الاي ال تي وساب الاي اس تي طب هو قال توتال بليروبن ضعفين طب هو مش واخد باله ان بعض الادويه الافكت بتاعها على الاندايركت عشان هي انزيم انديوسر او العيان ده اصلا عنده جيلبرت طب هو قال انزيم مع بليروبين طب انتوا مش عارفين مثلا الواد الصغير اللي راح للدكتور عنده بطنه بتوجعه وبتاع قال له انت عندك انفلونزا واداله دواء وبعد يومين اصفر بتاع الهيباتيتس ايه اللي راح له في الانكتريك فيز اذا مش شرط انك في اول مره هتلاقي الانزيم ومع البليروبن طيب يا ترى الالكالين فوسفاتيز اللي قال ما يبقاش عالي ده مش من المعروف ان اي سكندري كوليستيزيس هيعلي الالكالين فوسفاتيز في خلال اربع اسابيع طب انت لما شفته اول مره ما كانش لسه الالكالين فوسفاتيز عالي لا انت شفته لما اصفر الالكالين فوسفاتيز كان عالي فانت استبعدت دراج انديوز لا يبقى انت لازم تراجع حساباتك فقال لك والله احسن حاجه عندنا بقى انك تشوف العيان ده الاي ال تي او الاي اس تي والأقلام فوسفاتيز وتعمل ريشيو هدفها ايه؟ نمره واحد لو لقيت الريشيو اكتر من خمسه يبقى الاصابه دي هيباتوسيل لو لقيتها اتنين او اقل تبقى كوليستاتيك من اتنين لخمسه تبقى ميكسد طب وده اهميته ايه؟ اهميته انك تعرف كل الاشكالات اللي ممكن يعملها الدواء واهم من كده ايه؟ انت بتدور على البروجنوزيس الهيباتوسيلولار سويرست بروجنوزيز والاعجب ان الويرست بروجنوزس في الناس الصغيره والكوليستاتيك اقل والميكسد اقل والكبار الاشكالات فيهم اقل يبقى انا دلوقتي الانسايت والبرسبكتيف بيقول ايه بيقول لما يكون عندك ملحوظه اكلينيكيه ما تهملهاش لما تكون عايز تتعلم لازم تدرس عشان تدرس لازم يبقى عندك حالات عشان حالات لازم يبقى عندك ريجستري هدفك من ده كله risk <applause> stratification عشان العياده اللي انت عارف ان الفيتاليتي فيه اعلى لازمك transplantation وعشان تعمل ايرجنت transplantation في بلد مش معترفه بالكادافيريك مش هتعرف تعمل ايرجنت transplantation يبقى انت عاوز هنا ريجستري وعاوز كادافيريك transplantation طيب ايه كمان هو انت متوقع تشوف الكلام ده في عيان انت بتشوفه اه طب ما هم لو طبقوا المعلومه دي قبل ما يقرروا الدواء مش هتحصل لا هتحصل ليه؟ لانه الفاريابيلتي كبيره والانسدنس والبريفلنس قليل قوي هو لما يجي يجرب الدواء جربه على 300 عيان طب لو في سايد افكت بتحصل واحد في الالف مش هتحصل في التجربه هتحصل لك تاني يعني انا ممكن دواء ينزل السوق ومش مكتوب انه مش عنده مشكله هيباتيك وتحصل منه مشكله هيباتيك هوري لك الحته دي بقى كلها وهوري لك الحته بتاعت البريفنشن والبري ماركتنج والبوست ماركتنج اللي هي دورك انت الرئيسي الرئيسي كل اللي فات دور الناس اللي بتعمل ابحاث لكن طالما الدواء نزل السوق دي شغلتك انت الدواء اللي نزل السوق سواء كان عليه اساسا اساسا بوكس للهيباتيك او لا قبل ما تستعمله اطلب للعيان ليفر فانكشن الاول خالص إذا طلع عنده ليفر فانكشن متلخبطة وهو مش عارف يروح يشوف عنده إيه. إذا طلع عنده ليفر فانكشن أعلى من ثلاث أضعاف ما تدلوش الدواء. طلع نورمال أو إنزيماته عالية ارتفاع بسيط واديته الدواء تابع الدواء. تابعه بعد أسبوعين ثم شهر ثم ثلاث شهور ثم ست شهور بعد إيقاف الدواء عشان الإيدوسنكراتيك عنده ليتنت بيريود ولو لقيت مشكلة بلغ بيها وكلم زميلك واساله احنا كنا قاعدين على الترابيزه قبل الكالسة القصاص والبدري ونرمين كل واحد فيهم كان عنده حاله جرانيلوماتس ساركويدوزس في الليفر كنا بندردش الصدفه الحالات دي ممكن تتجمع وتغير فكر الناس كلها عن الموضوع بص في الحته دي اللي هي البيوند ال تي كل خطوه من اللي قلناها نيكروزيس أبيبتوزيس ريجينريشن مايتوكوندريال انجري اميون ده ده له سيرتن ماركر الماركر ده له اسم الجدول ده بيوري لك كل ماركر حطه عندك على المكتب بعد ما يبقوا ينزلوا مفيش داعي انك تحفظه دلوقتي تستدل بيه بايه الميكانيزم اهم حاجه البروجنوزس وازاي تعمل ديتكشن بدري يبقى انا دلوقتي عاوز منك تبقى عارف ان الان ريزولفد ايشوز والان ميت نيدز اللي انت لازم تدور عليها في المستقبل كل الريسيرشرز وكل الناس اللي بتمارس ان الفيز 4 او البوست ماركينج دي شغلتنا كلنا الابيديميولوجي لسه مش واضح عاوز كميه حالات كتير عشان اقدر اعملها لازم اشوف الباثوجينيسيس بدقه واتدخل فيه ثم في الاخر بندور على حاجه اسمها بريسيجن ميديسين حاجه كلها اخرها كلمه اومكس جينومكس فارماكوجينومكس ليبيدومكس بروتيومكس بتاعت العيان ده غير ده غير ده غير ده وبالتالي اقدر من الاول اختار الدواء اللي يناسب ده اللي ما يعملوش مشكلة أو اللي أتوقع أنه يحصل منه أحسن ريسبونس ده الملخص لهذا الموضوع في العشر دقائق المطلوبة أنا مش بشرح درج إنديوس ديفر إنجري. أنا بشرح إزاي تفكر في المسألة على ناشونال ليفل أو على إنتر ناشونال ليفل لأن الدواء اللي بيبقى أبروفد في أي حتة في الدنيا بينزل العالم كله وإن كان الإديوسنكراتيك رير لكن فيتر اشكركم شكرا جزيلا لحسن الاستماع. مستر دكتور حسن عن على المحاضره الرائعه دي كالعاده استمتعنا جدا. <applause>